السنة دي إن شاء الله مركز كده إن أنا بقى يعني هداف الدوري أو في التوب فور، يعني مش هقل عن كده إن شاء الله. بتيجي آخر السنة طبعا أكيد بتقعد مع نفسك وتشوف العروض اللي جاية لك وتشوف ده إيه وده إيه وده إيه. أكيد طبعا أي لاعب يتمنى يلعب في أهلي أو زمالك أو زمالك وأهلي، بس بتبقى الأولويات طبعا احتراف وحاجات كتير كده، بس ما نسبقش الأحداث. يعني إن شاء الله السنة دي تعدي على خير وإن شاء الله نعمل حاجة لنادي فيوتشر. طبعا عامل فرقة محترمة، لعيبة على أعلى مستوى، جهاز فني مفيش بعد كده بصراحة. يعني كابتن علي ماهر من الناس المحترمة وقيادة فنية عالية، عاملين شغل يعني احتراف احتراف بصراحة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم بإذن الله. لا عادي أكيد الناس، طبعا أنت طلعت فترة صغيرة فالناس كتير اتكلمت وأنا ده سبب لي يعني سعادة كبيرة. طبعا ناس كتير حاطة أمل عليك وناس تحطك مثلا أنت تبقى في أهلي أو زمالك، فدي حاجة مش سهلة في الفترة الصغيرة اللي أنت ظهرت فيها. فأنا مش عايز بس غير إن أنا أبقى عند حسن ظن الناس دي إن شاء الله. يعني السنة دي نعمل موسم محترم كده وإن شاء الله السنة الجاية أكون عند حسن ظنهم. وأكيد طبعا أي لاعب بيبقى حلم منتخب طبعا. أنت مثلا لو بصيت إن أنت تبقى هداف الدوري أكيد يعني خلاص أوتوماتيك هتلاقي نفسك في منتخب مصر مثلا، ففي حاجات كده تركز فيها تلاقي نفسك انت بتسهل لك الموضوع كتير.